بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة سنة تالتة عربي، أنا دكتورة هدى قشقوش، تمنياتي للجميع بالنجاح. أذكركم، كنا في آخر محاضرة في المدرج توقفنا عند جريمة الاستيلاء على المال العام في نطاق جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وجرائم الاعتداء على المال العام. ولتحليل هذه الجريمة، جريمة الاستيلاء على المال العام، زي ما تعودنا نعمل خطة بسيطة أو بيان للعناصر الرئيسية في تحليل الجريمة، وهي أولا تحديد مفهوم الجريمة والعلة من التجريم والنص التجريمي، نمرة اتنين بيان الشرط المفترض، ثم الركن المادي والركن المعنوي، وأخيرا بيان العقوبة المقررة لهذه الجريمة. مفهوم الاستيلاء على المال العام ورد في نص المادة 113 عقوبات، ومعناها الاستحواذ من جانب الموظف العام أو تسهيل الاستيلاء لغيره بغير حق على أموال إحدى الجهات المبينة في نص المادة 119. هذه الجهات مثل الدولة أو الجهات التابعة لها. الحقيقة المال العام له احترامه ويجب الحفاظ عليه، ومن هنا جاءت علة التجريم. إضافة إلى ذلك، فالمشرع يولي الوظيفة العامة ثقة كبيرة، وبالتالي يجب احترام هذه الوظيفة وشرف الوظيفة العامة. الموظف العام كما ورد في النص هي صفة مفترضة يجب التأكد منها ابتداء قبل الدخول إلى أركان الجريمة. يبقى إذن الشرط المفترض في جريمة الاستيلاء على المال العام هو توافر أو التحقق من صفة الموظف العام، لكن لا يشترط أن يكون المال العام في حيازة الفاعل. خلي بالك من الجزئية دي، لأنها تشكل الفارق الأساسي بين جريمة الاستيلاء على المال العام وجريمة الاختلاس. ففي جريمة الاختلاس سبق أن عرفنا أنه يجب أن يكون المال قد سلم إلى الموظف بمقتضى وظيفته. أما بالنسبة للاستيلاء على المال العام، لا يشترط أن يكون المال في حيازة الموظف، ولا يشترط أن يكون مكلفا بحفظه بشكل خاص، فلا قيمة لمدى اختصاصه الوظيفي في هذه الجزئية أو عدم اختصاصه الوظيفي فيها، وقضاء النقد مستقر على ذلك. الحقيقة قضاء النقد حينما حلل هذه الجريمة وعرضت على المحكمة بعض القضايا، أكد الحكم فيها أن العبرة في الاستيلاء على المال العام هو أن يكون الموظف العام قد قام بالاستيلاء عليه بنية تملكه، الاستيلاء عليه بنية تملكه، بمعنى أن يظهر عليه بنية المالك، ولا يشترط أن يكون المال مسلما إليه بسبب الوظيفة. القضية التي نحن بصددها، اللي هي كمثال أو كتطبيق من قضاء النقد، كانت كالآتي. وقائعها تتلخص في أن مساعد معمل استولى على مواد تتعلق بالمعونة الأجنبية، وكان على علم تام بالتأكيد بصفته الوظيفية، بصفته كموظف عام، وبملكية الدولة للمال. هذه المعونة تعتبر ملكا للدولة،
ولكنه استولى عليها. وتحققت المحكمة من توافر الركن المادي والركن المعنوي، وبالتالي كان توقيع العقوبة عليه مستحقا. بالنسبة لجريمة الاستيلاء على المال العام من حيث الركن المادي، دي الجزئية الثالثة. الركن المادي الحقيقة النص حدد له صورتين. الصورة الأولى تتعلق بالاستيلاء على المال العام من جانب الموظف نفسه. أما الصورة الثانية فتتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام لغيره. يعني إذن في حالة الصورة الأولى، الموظف العام يقوم بالاستيلاء على المال والاستحواذ عليه وبنية التملك وبدون حق وبالمخالفة للوائح والقوانين، ويثبت وجود نية الموظف في تملك هذا المال بالظهور عليه بمظهر المالك. أما في الصورة الثانية فهو لم يقم إلا بمجرد التسهيل للغير بالاستيلاء على المال العام. مثال، المثال في ذلك بسيط. أمين مخزن ترك الباب مفتوح لكي يسهل للغير الذي قام بالاتفاق معه على الاستيلاء على هذا المال العام. إذن لم يقم هو بنفسه، ولكنه قام بالتسهيل للغير. إحدى الصورتين كافي لتكييف الفعل بالاستيلاء على المال العام. النقطة التالية هي تحليل الركن المعنوي للجريمة. هذه الجريمة بالطبع عمدية، ولا يمكن أن نتصور ارتكابها بطريق الخطأ غير العمدي. القصد الجنائي فيها هو من نوع القصد الجنائي الخاص، ومعادلته كالآتي. هي معادلة زي المنطق تماما، عبارة عن العلم زائد الإرادة زائد نية خاصة، افتح قوسين، نية التملك. ده ببساطة الركن المعنوي. نحلل الركن المعنوي. الركن المعنوي أولا العلم. العلم بماذا؟ العلم بكل عناصر الركن المادي. العلم بصفة الوظيفة العامة، بأن هذا الشخص هو موظف عام لدى إحدى الجهات التابعة للدولة، إذن هو يعلم بالشرط المفترض. العلم بأن المال الذي استولى عليه، دي النقطة الثانية، أن هذا المال هو مملوك للدولة وليس مملوكا له، وأنه حينما يستولي عليه إنما يستولي على مال مملوك للدولة، وينتهك شرف وظيفته وهذا المال الذي يجب أن يحافظ عليه. طيب، إذا توافر العلم توافر عنصر واحد من عناصر القصد الجنائي. العنصر الثاني، العنصر الثاني هو الإرادة. والإرادة مسألة داخلية يمكن الاستدلال عليها من السلوك. الإرادة، إرادة ماذا؟ أن تتجه إرادة الموظف العام إلى إحداث السلوك المجرم قانونا. هذه الإرادة يجب أن تكون صحيحة، بمعنى أن تكون خالية من العيوب. إذن الموظف يجب أن يثبت أنه لم يتعرض لإكراه مادي أو معنوي. يجب أن تكون هذه الإرادة بمعنى أنها خالية من الغش، من التدليس، من أي نوع من أنواع التهديد. فإن كانت الإرادة معيبة ومشوبة بأحد هذه العيوب
فقد عنصر من عناصر القصد الجنائي، وبالتالي ينهار القصد الجنائي، وبالتالي فيما بعد تنهار الجريمة. إذا تحقق العنصر الأول وهو العلم زائد العنصر الثاني وهي الإرادة، اكتمل لدينا القصد الجنائي بمعناه العام، لكن يظل الموضوع مفتقدا للعنصر الثالث الأساسي وهو النية الخاصة. والنية هنا يقصد بها نية التملك، تملك المال، أن يظهر الموظف على المال بنية تملكه كما لو كان هو صاحبه. فإن ثبت لدينا وجود هذه العناصر الثلاث تحقق القصد الجنائي الخاص. إذن اكتملت أركان الجريمة. ما هي العقوبة التي نص عليها المشرع لهذه الجريمة الجسيمة التي تعتبر جناية بالطبع؟ هنجد في العقوبة يجب أن نفرق بين أمرين. الحقيقة المشرع تحدث أساسا عن جناية الاستيلاء على المال العام، ولكنه في النص أيضا تحدث عن حالة أخرى هي حالة جنحة إن توافرت لدى الموظف نية الانتفاع بالمال وليس نية التملك وجعل منها جنحة وقرر لها عقوبة أخف. نمرة ثلاثة تحدث أيضا عن عقوبة الصورة المشددة. إذن عشان يكون الأمر واضح، حينما نتكلم عن العقوبة في نطاق الاستيلاء على المال العام يجب أن نتكلم عن عناصر ثلاث. العنصر الأولاني حالة الجناية وعقوبتها السجن المشدد أو السجن، وطبعا العزل من الوظيفة والغرامة المساوية لما استولى عليه على ألا تقل عن 500 جنيها وفقا لما جاء في النص. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية حالة الجنح إن لم تتوافر نية التملك. يبقى إذن حالة الجنحة في حالة عدم توافر أو تحقق نية التملك ووجود نية الانتفاع، هنا جعل المشرع العقوبة هي فقط الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه. النقطة الثالثة في نطاق العقوبة زي ما اتفقنا إن فيه 3 نقط هي عقوبة الصورة المشددة في جريمة الاستيلاء على المال العام. الاستيلاء على المال العام الحقيقة المشرع أورد له حالتين تشدد فيهما العقوبة إن توفرت إحداها يكفي لتشديد العقوبة. أولا إذا ارتكبت جريمة الاستيلاء وارتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور فيما زور من أجله، دي أول حالة. الحالة الثانية إذا ارتكبت في زمن الحرب وأضرت بالمركز الاقتصادي للبلاد. في هذه الصورة المشددة تتحول العقوبة إلى المؤبد أو المشدد على أقل تقدير. عرضنا الصور الثلاثة بالنسبة للعقوبة في حالة الاستيلاء على المال العام. نقطة بسيطة باقية استعراض لحالة الاستيلاء أو الاختلاس من أموال الشركات، شركات المساهمة، ودي نصت عليها المادة 113 مكرر، وتحدثت عن أن كل مدير أو موظف اختلس أو استولى على أموال الشركة أو جزء منها طبعا يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. تصل إلى 5 سنوات. أيضا هذه الجريمة لها شرط مفترض، والشرط المفترض مختلف عن نطاق الشرط المفترض في جريمة الاستيلاء على المال العام. الشرط المفترض هنا في هذه الجريمة هو وجود موظف في إحدى الشركات، شركات المساهمة.
إذن ليس موظفا عاما. الشيء الثاني إن هذا الموظف يقوم بالاستيلاء بالطبع على أموال الشركة. طبعا إذا حدث بالنسبة لصور الركن المادي، إذا حدث اختلاس أو استيلاء أو تسهيل استيلاء، يبقى إذن كل هذه الصور تندرج تحت هذا النص المتعلق بشركات المساهمة. طب إيه العقوبة؟ حددنا إنها بالتأكيد أقل من عقوبة الاستيلاء على المال العام، وهي السجن. السجن بحد أقصى قد يصل إلى 5 سنوات. طبعا السجن الحد الأدنى وفقا للقواعد العامة 3 سنوات. هذا بالنسبة لجريمة الاستيلاء على المال العام والاستيلاء على أموال شركات المساهمة. الجريمة التالية الحقيقة جريمة بنعرضها بشكل مبسط، هي جريمة الغدر في نطاق جرائم الاعتداء على المصلحة العامة. المسمى بيثير اللبسة أحيانا، فيجب إن احنا يعني نتحرى دقة. إيه المقصود بالغدر في نطاق هذه الجريمة؟ وما هو مفهومه؟ ثم العلة من التجريم أيضا، ثم الشرط المفترض، وثالثا الركن المادي والركن المعنوي والعقوبة. دائما تتحرى الدقة في عرض كل العناصر المتعلقة بكل جريمة، مع ضرورة عرض مثال أو تطبيق من قضاء محكمة النقد المصرية. إذن جريمة الغدر مفهومها إيه؟ الغدر يقصد به غدر الموظف العام بالمواطن دافع الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو المبالغ المستحقة له للدولة. يبقى إذن الغدر هنا هو من جانب الموظف العام ضد مين؟ ضد المواطن حسن النية الذي يقوم بسداد الضريبة أو الرسوم أو الغرامات أو المبالغ المستحقة، فيخدع الموظف المواطن ويغدر به لتحصيل مبالغ غير مستحقة أو ما يزيد على المستحق، مع علمه بذلك طبعا. الغدر من جانب الموظف العام بالمواطن حسن النية، المشرع الحقيقة الجنائي اهتم بتجريم النص، بتجريم هذا الفعل في النص، لأنه يريد حماية المواطن من غدر الموظف المتلاعب، لأن قد يكون الموظف في منتهى النزاهة ويقوم بواجبه على أحسن وجه، لكن أحيانا بعض الموظفين بيتعمدوا ذلك، فبيستغل المواطن ويقوم بإيهامه بدفع أكثر من المبلغ المستحق عليه أو ما يزيد عليه أو ما هو غير مستحق بالمرة. والعلة من التجريم بالإضافة لحماية المواطن طبعا من الناحية القانونية، إن الضريبة التي يقوم الموظف بإيهام المواطن بضرورة دفعها في هذه الحالة، احنا عارفين إن الضريبة لا يمكن فرضها إلا بقانون ولا يمكن تعديلها إلا بقانون، إذن يجب النص على ذلك قانونا. لكن المواطن حسن النية بالتأكيد لن يكون لديه كل العلم بكل النصوص وبكل أحوال فرض الضريبة أو المبالغ على وجه الدقة أو التحديد. طيب الشرط المفترض في هذه الجريمة الحقيقة هو ذو شقين. أول شيء كما هو الأمر في كل جرائم المصلحة العامة، أن يكون هناك موظف عام، يبقى صفة الوظيفة العامة. الشرط الثاني أن يكون هذا الموظف من نوعية خاصة، هي أن يكون من محصلي الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات
يبقى إذن ليس كل موظف عام، ولكن موظف مختص بهذا التحصيل، مختص بهذا التحصيل. طيب الحقيقة الركن المادي للجريمة حدده المشرع بصورتين، الطلب أو الأخذ، ولم يتكلم عن القبول. أذكركم بموضوع مهم، في جريمة الرشوة سبق أن علمنا أن هناك صور ثلاث للركن المادي، هي الطلب والأخذ والقبول. أما هنا في جريمة الغدر فلم يذكر المشرع اصطلاح أو لفظ القبول، وبالتالي يقتصر الركن المادي على الطلب أو الأخذ، الطلب من جانب الموظف العام، أو الأخذ بمعنى تناول المبلغ غير المستحق من جانب المواطن دافع الضرائب أو الرسوم. الركن المادي في هذه الجريمة هو الحقيقة بيتبلور في الركن المعنوي. الركن المعنوي هنا هو القصد الجنائي، لكن القصد الجنائي هنا هو قصد عام فقط. القصد العام معادلته بسيطة، هي العلم زائد الإرادة. العلم بكل مفردات الركن المادي، العلم بالشرط المفترض، العلم بالسلوك، العلم بأنه يقوم بتحصيل ما هو ليس مستحقا ويغدر بالمواطن، الإرادة الخالية من العيوب الصحيحة تماما. فإن تحقق ذلك تحقق الركن المعنوي للجريمة، وهي جريمة عمدية. العقوبة الحقيقة هي السجن المشدد أو السجن، بالطبع العزل زائد غرامة مساوية لقيمة ما أخذ. ويلاحظ هنا أن تبني، دي نقطة مهمة، تبني المشرع في نطاق جرائم الاعتداء على المصلحة العامة لمبدأ الغرامة النسبية هو اتجاه محمود جدا، وهو محق في ذلك. والغرامة النسبية ببساطة من حيث تعريفها، عشان أفكركم بمقررات سنة تانية، الغرامة النسبية هي عبارة عن الغرامة التي ينص عليها المشرع بالآتي: إما أنه يأخذ في اعتباره ما حققه الجاني من مكسب، أو ما لحق المجني عليه من خسارة. إذن يجب في هذه الجريمة أن يقوم الشخص بدفع غرامة مساوية لقيمة ما أخذ، عشان نفوت على الجاني محاولته في الاستيلاء أو الغدر بالمواطن في تحصيل مبالغ غير مستحقة، فهو ملزم في النهاية بدفع قيمة مساوية لقيمة ما أخذه، ففوتنا عليه غرضه من الناحية المادية. قضاء النقد يا جماعة الحقيقة مستقر طبعا على هذا التطبيق، وهو يؤكد أن يجب التحقق في لتكييف هذا الفعل على وجود هذا الشرط المفترض مع الركن المادي، وإحدى صور الركن إحدى صور الركن المادي، وتحقق الركن المعنوي بمفهومه العام أي قصد عام. والحقيقة كان فيه قضية عرضت واستولى الشخص اللي هو الموظف العام المختص بتحصيل الرسوم على ما يزيد على الرسوم المقررة للبلدية، الرسوم التي تقوم البلدية بتحصيلها، واستولى على ما يزيد على هذه الرسوم، وهو ما هو ليس مستحق للخزانة العامة، وثبتت التهمة عليه، وتحققت إحدى صور جريمة الغدر.
بقي أن ندرس جريمة التربح. جريمة التربح الحقيقة نرجعها إن شاء الله للمحاضرة القادمة، وألقاكم على خير، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا. أشكركم وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة.